بلاغ جديد وأهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ذكر بلاغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه أصبح بإمكان كافة المهنيين والعمال والمستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا المشار إليهم بالعمال غير الأجراء الاستفادة من الإعفاء الكلي من الغرامات والمصاريف الديون إلى غاية 30 يونيو 2023. وللاستفادة من هذه المقتضيات يتوجب على العمال غير الأجراء تسوية أصل الدين إما عن طريق الأداء الكلي أو عن طريق اتفاق تسهيلات في الأداء قد تبلغ مدتها 24 شهرا. وبخصوص العمال غير الأجراء الراغبين في تسوية أصل الدين عن طريق اتفاق تسهيلات في الأداء، أورد الصندوق في البلاغ ذاته أنه قام بإحداث خدمة إلكترونية خاصة عبر بوابة ماسينيسيس.